قتلت أمريكا قائد فيلق القدس الإيراني وراعي الميليشيات الموالية لطهران في الدول العربية، لتسارع تلك الميليشيات بإظهار مواقف متشنجة دعما لطهران، وعلى رأسها جماعة الحوثي، في مشهد يؤكد استعداد هذه الجماعات للحرب من أجل الأجندات الإيرانية في المنطقة بغض النظر عن أي تبعات في بلدانها. أهلا بكم. بحسب مراقبين فقد كان سليماني هو القائد الفعلي لكل الميليشيات الدائرة في فلك طهران والتي تعمل على الأرض العربية من العراق إلى سوريا ثم لبنان فاليمن، ولذلك سارعت هذه الميليشيات إلى إعلان استعدادها مواجهة الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع إيران. يمنيا يبرر أنصار جماعة الحوثي أن هذا الموقف طبيعي على ضوء انتماء الجماعة لما يسمى محور الممانعة المواجه لأمريكا وإسرائيل، فيما يرى معارضو الحوثيين أن هذا التصرف ليس سوى تأكيد لما هو معلوم بالأساس عن علاقة الجماعة بطهران، وأن الحوثيون لا يمثلون أكثر من أداة بيدها ينفذون أجندتها ويعملون لمصلحتها مهما كانت الشعارات التي تتدثر بها الجماعة. مؤخرا كشفت واشنطن عن اسم قائد الحرس الثوري الإيراني في اليمن مقدمة جائزة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه، وهي المرة الأولى تقريبا التي يتم تأكيد وجود قيادات إيرانية في صنعاء. جماعة الحوثي التي طالما اتهمت معارضيها بالخيانة والعمالة لدول خارجية لا تجد في علاقتها بطهران مشكلة، ولا تهتم بتبرير ذلك لليمنيين، وتكتفي بتأكيد أن ذلك عمل بطولي من أجل تحرير الشعوب من الهيمنة الأمريكية، وكأن الهيمنة الإيرانية أمر جيد رغم كل ما فعلته. للنقاش سيكون معنا من أوتراخت بهولندا أستاذ الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسان، ومن نيويورك الناشط محمد الزبيدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الزبيدي. إذن جماعة الحوثي التي تتهم جميع خصومها بالعمالة للخارج، ما الذي أغضبها في مقتل الجنرال الإيراني سليماني؟ أولا، بعيدا عن كل هذه الترهات التي تدور في الساحة الإعلامية، فاليمن لا يعد كارت في يد أحد من الدول الإقليمية. اليمن كيان منظم ومؤسسي ويختص بشؤونه الداخلية، ثم يشارك بقية محور المقاومة القضايا أو قضايا الأمة الإسلامية. واليمن يتبنى قضايا الأمة الإسلامية ليس من اليوم أو من أمس، بل من عشرات السنين، وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية القدس. فاليمن عندما يشارك بقية الشعوب المضطهدة والمظلومة بقضاياهم وبملفاتهم الشائكة والاضطهادات التي تقوم عليهم، ليس معناه بأنهم يتبعوا دولة ما أو إقليم أو أي كيان آخر، وإنما هي مشاركة في إطار الدفاع عن الشعوب المضطهدة. بينما الشعب اليمني لا أحد يستطيع أن يفصل عن محور المقاومة وعن محور الأمة الإسلامية والعربية، فتبني القضايا الأمة العربية والإسلامية أمر طبيعي وفطري في الشعب اليمني. عندما نتحدث عن الشعب اليمني، فالشعب اليمني يقدم تضحيات على مستوى الوطن العربي منذ عشرات السنين، وعلى رأس أولوياته كانت تبنيه للقضية الفلسطينية. فما يجري اليوم من تبني الشعب اليمني لقضايا الأمة الإسلامية والعربية أمر طبيعي جدا، وبكل فخر الشعب اليمني يفاخر بهذا الأمر ولا يجد عيبا فيه. تفضل بالبقاء معي سيد الزبيدي. إذن أرحب أيضا بضيف الآخر دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، أسألك ذات السؤال المشترك. جماعة الحوثي التي تتهم جميع خصومها بالعمالة للخارج، ما الذي أغضبها في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني؟ الكل يعلم أن الحوثيين جزء من الجغرافية الإيرانية، في إطار أنهم كنا نتحدث عن أنهم ذراع من أذرع إيران، ولكن الإيرانيين كما أعلن قائد القوات الجوية والإطار الخلفي للأعلام التي تمثل ما يسمى، أنا لا أسموه تيار المقاومة، أسميه
الجماعات الإيرانية أو المجموعة الإيرانية، واضح أن هذا يدل أنها جزء من الجغرافيا الإيرانية التي خططت لها إيران بدقة متناهية. هنا الحديث عن الحوثيين، الحوثي لديهم مشروع استعادة الحكم الإمامي. كان لقاء أو يعني عودة علاقة براغماتية. هذه العلاقة البراغماتية، هناك مشروع حوثي عن طريق الحوثيين، لكنه مشروع سلالي لاستعادة الدولة الإمامية التي قطع معها الشعب اليمني عام 1960، وهناك رغبة إيرانية ب يعني تحول استيعاب هذه الجماعة، لأن هناك أهداف للعودة إلى الإمبراطورية الفارسية قديما، وهناك أهداف لاستهداف المملكة العربية السعودية في المستقبل، وبالتالي كان لابد من استيعاب هذه الجماعة التي لديها مشروع انقلابي بحت. الحديث عن الشعب اليمني، لا علاقة للمشروع الحوثي بالشعب اليمني، ولا علاقة لفلسطين بالحوثيين، ولا علاقة لفيلق القدس بفلسطين. فيلق القدس ذهب إلى سوريا وذهب إلى اليمن وذهب إلى لبنان ودعم بعض الجماعات، ولكنه لديه خطوط حمراء مع إسرائيل ومع أمريكا. وبالتالي طبعا الجماعة الحوثية أنكرت كثيرا، ونحن تحدثنا في أكثر من لقاء في هذا البرنامج، وقلنا أن هذه الجماعة لم تعد ذراعا بل جزء من الاستراتيجية الإيرانية وجزء من الجغرافيا الإيرانية في إطار السيطرة على الجيوستراتيجي في المنطقة. ولهذا بهذه الجماعة في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا تم تدمير المشروع، خلق ثنائيات سنة شيعة، وهناك اتفاق أمريكي إيراني. فقط سليماني انتهى دوره، هو قام بتفجير الحقول في عدة دول عربية وأوجد واقعا، وكان هناك مشروع إلى قلب الطاولة ومحاولة إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ثانية. الأمريكان استبقوا ذلك وقاموا بإيقاف المشروع وإيصال رسائل، لكن هناك اتفاق يعني غير معلن، وهناك اتفاق يعني هناك إدراك لمعرفة كل طرف، الأمريكان والإيرانيين، ما الذي يريدون، وهناك تقاسم مصالح. ولهذا الحوثيين لا يتحدثون عن الشعب اليمني، لهم لا يمثلون الشعب اليمني، هم يمثلون جماعة سلالية إمامية في إطار ثورة مضادة، لا علاقة لهم بالقضايا الإسلامية، هم لهم علاقة بولاية الفقيه وبإيران وبالمشروع الشيعي الذي أدى إلى تفجير الهويات في المنطقة العربية بين سنة وشيعة وأكراد وعرب ومسيحيين. لا علاقة لهم بفلسطين، لأنهم لم يذهبوا إلى مقاتلة الإسرائيلي، ولا حزب الله ذهب إلى ذلك، هم يذهبون إلى قتل الشعب اليمني، قتلوا الشعب اليمني كما قتل سليماني مئات الآلاف من الشعب السوري والعراقي واليمني. وبالتالي الحديث أو فيلق القدس، لا علاقة لهذا الفيلق بالقدس، ولا طريقه ليس إلى القدس. الحوثيين لا علاقة لهم لا بالجمهورية ولا بالمشروع العربي، لذلك المغالطات هذه لم تعد مجدية. إيران هناك من تحدث من المرجعية الدينية فيما سبق، وهناك الآن الأمور أصبحت متضحة. لكن لماذا الأمريكان، أمثل لك أن هناك اتفاق إيراني، لماذا اعتبروا الأمريكان قاسم سليماني يعني إرهابيا وقتل الكثير، وفصلوا بينه وبين دولة إيران، وفصلوا بينه وبين الجماعات الشيعية، بينما هو يمثل جماعات شيعية. هناك اتفاق ضمني، والمستفيد الوحيد هو مصانع السلاح واستنزاف هذه المنطقة، والحوثيين يعني يساهمون في تدمير المشروع الوطني الجمهوري اليمني وفي المشروع لكن العربي، لكن السؤال والمشروع الآن دكتور، الإسلامي السؤال دكتور، الذي أصبح عبارة عن تكتل. السؤال دكتور، عندما يكون هذا الأمر يعني الحديث على أن جماعة الحوثي يعني يقول مؤيدوها أنها ضمن تحالف واسع يعرف بمحور الممانع والمقاومة، هو يضم دول، يضم جماعات أيضا مهمتها، يقول هذا المحور مواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة، مواجهة إسرائيل أيضا. في المقابل السلطة الشرعية هي ضمن تحالف آخر، لماذا السلطة تحالفها مقبول وجماعة الحوثي غير مقبول؟ يعني أنت قلت السلطة والحوثي جماعة انقلابية ميليشياوية
ليس وأنت لا يمكن أن المقارنة بغض النظر عن موقفنا من السلطة. هذيك سلطة أمر واقع يا أخي، وفقا للمرجعيات الإقليمية سلطة أمر واقع، لكن هي جماعة انقلابية لا يمكن لنا التعامل معها كما نتعامل مع السلطة، وبالتالي هي تحالفت مع في إطار الصراع الإقليمي السلطة الشرعية، استدعت كسلطة شرعية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، استدعت دول التحالف التي غدرت بالسلطة الشرعية وغدرت بالشعب اليمني. لا ننكر هذا، لا نستطيع المغالطة، لا ندافع عن السلطة الشرعية، هي استخدمت المرجعية الدولية، ولكن في الأخير تظل سلطة شرعية. نحن لدينا كثير من النقد لها، لكن الحوثيين لا يمكن نتعامل الحوثيين بأي حق، يتحالفون في إطار مشروع تدميري للشعب اليمني، خاصة وأن المشروع الحوثي ما الذي قدمه غير الإرهاب واستنزاف الاقتصاد اليمني وقتل الشعب اليمني؟ لم يذهبوا هؤلاء يتبعون إدارتهم ومركز إدارة الشأن الحوثي من بيروت في لبنان، وبالتالي يتم إعدادهم في إطار هذا المشروع ويقومون بأدوار ولا يستطيعون القصف أو يعني القيام بعمليات وأفعال إلا في إطار المخطط الاستراتيجي، في إطار بما يسمى محور إيران. لا يمكن لنا أن نسقط في الحديث عن محور المقاومة، هذا أيضا في تضليل عندما نتحدث بتلقائية وبما يسمى سذاجة. عندما نتحدث محور المقاومة، مقاومة ماذا؟ هذه مشاريع اغتالت المشروع العربي واغتالت المشروع الإسلامي ودمرت مكتسبات الشعب العربي والعالم العربي برمته والإسلامية، وبالتالي إيران لها المصالح الاستراتيجية. ما الذي قدمه قاسم سليماني؟ قاسم سليماني هو الذي نفذ أهداف المشروع الثورة الإيرانية، وتحولت الثورة الإيرانية من برنامج واستراتيجيات إلى واقع في الجغرافيا العربية، وبالتالي استطاع أن يدعم حزب الله وأن يؤسس الحشد الشعبي، يعني في كما هو يعني دولة في الدولة في العراق، هي دولة في الدولة في 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 صنعاء، وهناك حزب الله دويلة في الدولة في لبنان وفي المستقبل. لكن أنت يعني دكتور عبد الباقي، وكأنك تدين هذه العلاقة بين الحوثيين وإيران. في نهاية المطاف أنت تعلم والجميع يعلم السياسة مصالح، يعني لماذا تقولون أن الحوثيين يتبعون إيران؟ في نهاية المطاف هي مصالح مشتركة تتحقق لكلا الطرفين بما فيه مصلحتهما بشكل عام. هناك ندية في هذا في هذه العلاقة كما يقول أنصار جماعة الحوثي. لا نتحدث بهذا الشكل عندما نتحدث، نحن لسنا أمام صراع سياسي، نحن أمام انقلاب. لا نذهب بعيدا، علينا التركيز، التشخيص الجيد يؤدي بنا إلى التحليل الموضوعي. لا يمكن لنا أن تقول من حق الجماعات الانقلابية أن تتحالف كما تتحالف السلطة الشرعية دون النظر قلنا إلى ما ارتكبته السلطة الشرعية من كارثة وطنية بحق الشعب اليمني، لكن لا يمكن لنا أن نبرر لهذه الجماعة. يعني أنت الآن تقول لي كما يكون لص وسارق بنك أو ناهب ممتلكات المدنيين الأبرياء يتحالف مع مشروع آخر يوظفه، ونقول من حق هذه الجماعة أن تتحالف مع جماعة أخرى، ولكن ليس الحق بمعنى نعطيها مشروعية وطنية أو مشروعية. هذا مشروع دمر مكتسبات الشعب اليمني، مشروع انقلابي. صحيح أن الحوثيين، أنا لا أقول الحوثيين تابع كامل للإيران، هم لهم علاقة برغماتية مع إيران ويستفيدون من هذا التعامل مع ولاية الفقيه، ولكن مشروعهم واضح، استعادة المملكة المتوكلية اليمنية وفقا للجمهورية اليمنية الإسلامية تابعة ولاية الفقيه. لكن دكتور في نهاية المطاف في اليمن، يعني في الأخير هناك جمهورية في اليمن. الحوثيين يقولون أنهم يعني يعلنون بشكل دائم أنهم موجودين بهذه الجمهورية اليمنية، يعني حتى النشيد الوطني اليمني مستمر إلى آخره. هناك يعني حديث على مبالغات فيما يتعلق بهذا الأمر من قبل أنصار جماعة الحوثي. وفي نهاية المطاف يقولون يعني من خرج في الشوارع لتشييع أو للتضامن مع
قاسم سليماني ومقتله وهذه العملية هم يمنيون في نهاية المطاف، ليسوا أنصار جماعة الحوثي، هو الشعب اليمني كما قال السيد الزبيدي قبل قليل، وهو من يخرج بطبيعة أن الشعب اليمني دوما ما يتفاعل مع القضايا العربية والإسلامية. لا علاقة لخروج الشعب اليمني في إطار التعبية وفي إطار أن هذه الجماعة جماعة منظمة وقامت لديها أتباع قاعديين ولديها ترهيب وترغيب، وبالتالي خروج وهناك جماعة أيضا ضد المشروع الأمريكي، هناك تضليل أعلامي لهذه الجماعة، وبالتالي إذا ما تركوا الحرية للشعب اليمني فإنه لا يمكن أن يخرج أن يدافع. صحيح أن هناك يعني انتهاك للسيادة العراقية، ولكن هناك أيضا إيرانيين انتهكوا السيادة العراقية بالقصف على القاعدة الأمريكية، وبالتالي يعني نحن نميز بين هذا وذاك. هناك صراع أمريكي إيراني على المجال العراقي، كنا نتحدث فيما سبق أن إيران العراق أصبحت مجالا إيرانيا، ولو استمعت إلى بريمر تحدث كيف أنه قلب الهيمنة السنية وهناك مشروع واضح. أعود إلى سؤال الجمهورية، كما هو شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل لعن على اليهود، هؤلاء يمرون بمراحل استراتيجية تكتيكية، وبالتالي الجمهورية هي الجمهورية الإسلامية، ولذلك رسائلهم واضحة. لماذا انقلبوا على الحوار الوطني؟ لماذا دخل أول فوق من صنعاء دخل من همدان من المكان الذي خرج منه البدر؟ لماذا تم اختيار 21 سبتمبر لإعلان الانقلاب؟ لماذا تم تغيير المناهج المدرسية؟ لماذا تم بالتالي هذا مشروع واضح كيف يمكن يعني استدعاء الثنائية الشيعية السنية في اليمن؟ لماذا تأمر الحوثيين على المساعدة والتنسيق لإيجاد انقلاب آخر في المناطق الجنوبية؟ كل هذا في إطار مشروع استعادة المملكة المتوكلية. سيحافظون هم في المستقبل على كلمة الجمهورية، لكن ستكون الجمهورية اليمنية الإسلامية التي هي تعد امتدادا للإمبراطورية الفارسية القديمة، وهذا حلم الإيرانيين، وبنفس الوقت هو البوابة التي سينطلقون منها الإيرانيين إلى مكة والمدينة. ومن هنا الحديث عن أنهم جمهوريين، لا علاقة لهؤلاء بالجمهورية، لا علاقة لهم بالمواطنة، لا علاقة لهم بالمشروع العربي. هؤلاء جماعة سلالية تستفيد من الصراع الدولي والاستراتيجي وتنسق مع المحور الإيراني الشيعي وليس محور المقاومة. أنا أصحح، لا ينبغي ألا يتم تضليلنا بأن نطلق على هذا المحور بمحور المقاومة، لأن المقاومة واضحة. يا قاسم سليماني ذهب إلى سوريا ودمر سوريا، ويقومون بتغيير البنية الديموغرافية السورية بجماعات شيعية، دمر العراق واستنزف. يعني الآن عندما يخرجون أمريكا باعتبار أمريكا محتلة، الإيرانيين ماذا في العراق؟ هل هم ضيوف لثلاثة أيام، أو أيضا هم محتلين عن طريق تأسيس الحشد الشعبي وعن طريق استنزاف الموارد العراقية وعن طريق تدمير الدولة وتراثها العربي ببعده القومي؟ بالتالي ماذا يفعلون في لبنان عندما أصبح الدويلة في الدويلة؟ ماذا يعملون في اليمن؟ هل هم يقومون بمقاومة إسرائيل أم هم يخدمون إسرائيل بامتياز؟ أصبحت العراق خارج مقاومة المشروع الصهيوني، أصبحت سوريا خارج مشروع المقاومة، أصبحت اليمن عنصر نفاذ إلى بقية الدول العربية. لكن عندما تتحدث دكتور عبد الباقي على مسألة، يعني يجب أن أشير هنا إلى أن ضيف الآخر السيد الزبيدي غادرنا عبر السكايب، نحاول التواصل معه، لا يرد علينا على الهاتف ولا على السكايب، لكن فيما يتعلق بالحديث عن مسألة المشروع الحوثي ودوره في نهاية المطاف، لماذا تقول أن المسألة طائفية؟ لماذا في نهاية المطاف أنت تعلم أن السياسة فن الممكن؟ في نهاية المطاف ليس هناك بحث عن مسألة طائفية، وإنما هي مصالح سياسية في نهاية المطاف. وإن كان وجد الحوثيون مصلحتهم مع إيران، لكنهم في المقابل يحاولون فتح
قنوات اتصال مع المملكة العربية السعودية، وأنت تعلم هذا الأمر، هم يحاولون التواصل مع يعني أنتم تتحدثون وتقولون أنهم يتواصلون ولهم لوبيات قوية في أوروبا وما شابه. إذن لماذا تقول أن جماعة الحوثي تحاول أن يعني تتطيف أو أن تذهب طائفيا أو أن تذهب باليمن لحرب طائفية أو ما شابه؟ دعني حتى لا يعتقد المشاهد الكريم بأننا نتحدث في إطار المواجهة والتعبية. هناك مشروع غربي ومشروع أيضا إيراني، هناك ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق، ولكن هناك اتفاق غير معلن وهناك معرفة لأهداف مشتركة. الإيرانية يدركون ماذا تريد أمريكا، والإيرانيين استفادوا مما تريد أمريكا. إيران لا يمكن لها أن يكون لها امتداد جغرافي استراتيجي في المنطقة إلا بثنائية سنة شيعة وعرب وأكراد ومسيحيين ومسلمين، وبالتالي لابد من إيجاد داعش ومن تفكير المنطقة ومن إيجاد ثارات ومن إثخان الذاكرة الجماعية والوطنية بالثارات والصراعات الطائفية. الأمريكان أيضا كان لهم مشروع بعودة الدولة العربية، ليس فقط العربية، الوطنية العربية التي كانت صحيح تتعثر اقتصاديا، تتعثر تنمويا، والتحديث السياسي يتقطع، وبالتالي لم تكتمل صهر هويتها الوطنية في هوية جامعة قائمة على العدالة والتنمية المتساوية الجغرافية والفردية. لذلك قاموا بكيف يمكن العودة الغرب وعودة أمريكا ودخول إيران إلى المنطقة، إلا هذا يتطلب تفجير الحقل السياقي والتوازن اللي قائم على الدكتاتورية، وبالتالي إيجاد صراع بين سنة شيعة، بين شمال جنوب، بين أكراد عرب. هذا يساعد على دخول أجنبي إلى المنطقة، وبالتالي يعني الاستفادة من هذا الصراع على المستوى المادي، على مستوى طيب إيجاد. طيب دكتور، دعني أنقل هذه النقاط كما هو في سوريا الآن. دعني أنقل هذه النقاط إلى الصحفي الذي انضم لنا الآن عبر الهاتف من بيروت، سيد طالب الحسني. سيد الحسني، يعني فيما يتعلق، سمعت جزء من كلام الدكتور عبد الباقي شمسان، أسألك يعني سؤال، يعني جماعة الحوثي تستمر في نفي تبعيتها لإيران، أنها ليست خادمة لأجندتها، وأن علاقتها ليست أكثر من تحالف ضمن محور واحد، تقولون محور الممانعة، لكن في كل مرة يظهر تأكيدات على أن الحوثي مجرد أداة للطهران كما يقول كثيرون. هل تعتقدون في نهاية المطاف أن الناس خارج إطار جماعتكم، خارج إطار هذه القوقعة، يصدقونكم؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وبالاستاذ عبد الباقي شمسان. اهلا بك. الحقيقه يعني دعني اكون صريح معك، يعني يعني حتى هذه التوصيفات التي دائما تطلق ان كان على المستوى السياسي او الاعلامي او هو حتى الشعبي، يعني هو تيار واحد يقول ذلك وبكل صراحة. يعني هؤلاء نحن نعتبر أنهم حلفاء أيضا للسعودية، ولن نقول أدوات، مع أنه أثبتت أيضا الأحداث أنهم ليسوا فقط حلفاء معها أدوات. يعني السعودية تستخدم مثلا الإخوان المسلمين وتستخدم مجموعة تابعة لهادي وتجندهم وتقيم لهم معسكرات في الحدود اليمنية السعودية ويشتغلون معها وتدفع لهم رواتب أيضا. يعني السعودية تستخدم الإخوان؟ تمولهم. دعني أقول لك. ومع ذلك هؤلاء هذا نوع من استخدام يعني بالمفهوم الحقيقي أدوات. أولا نحن لا نرى أن العلاقة مع إيران هو يعني تماما التبعية لإيران. نظرية أذرع إيران هي نظرية طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية وطرحتها السعودية وطرحتها بعض الدول الأوروبية حتى يعزلوا إيران تماما ويعزلوا حتى الأطراف التي لديها قناعة أن إيران دولة إسلامية موجودة في منطقة الشرق الأوسط، لا يعني ليس هناك
وجوب بالضرورة أن يتم معاداتها تماما مثلها مثل تركيا، دولة إسلامية عريقة لها ميزان في منطقة الشرق الأوسط. من ما الذي تحاول أن تقوله سيد طالب؟ يعني هل تقول أنكم يعني أنداد لإيران؟ هل أنتم علاقتكم مع إيران علاقة ندية؟ لا تفهمني، لا لحظة، فضل. لا تفهمني أو تفهم الآخرين أنه هذه النظرية التي تؤمنون بها في قضية العلاقة مع إيران، أنا أطرح مجرد أنا أطرح أسئلة فقط للتوضيح، أطرح أسئلة منقولة من من من, من الناس من هنا وهناك. مسألة العلاقة مع إيران، مسألة العلاقة مع إيران لا يمكن أن ينظر لها من زاوية واحدة، هي الزاوية التي تطرحونها. نقول أن نظرية أذرع إيران في المنطقة هي نظرية سعودية أمريكية أوروبية لمحاولة عزل إيران من المنطقة وشيطنة العلاقة معها في المنطقة. ونقول أن العلاقة مع إيران ليست شيطانية، لأن إيران ليست كيان العدو الإسرائيلي، إيران مثلها مثل تركيا، هناك علاقة معها نعتبرها علاقة تحالف ولا نعتبر أنها أذرع. إذا أردتم أن تقولوا أذرع، فإيران لا تدفع رواتب، لا تحارب على حدودها، وينتقل الحوثيون ليقاتلون على الحدود الإيرانية السعودية، أنصار اللهم في اليمن، ويقاتلون في اليمن. وأنا أقول لك حتى تتوقف كل هذه المسرحية وكل هذا يعني وكل وليس هذا هناك وليس عنه. هناك سيد الحسني، وليس هناك خبراء إيرانيين، وليس هناك قيادات في الحرس الثوري الإيراني، حتى الشهلابي رضا الشهلابي، عبد الرضا الشهلابي غير موجود في اليمن في صنعاء، ولم يأتي إلى صنعاء، ولم يلتقي به الحوثيون، ولا قيادات ولا تدريب ولا دعم أبدا من قبل إيران. ليس هناك هناك علاقة أصبحت شبه رسمية، هناك سفير الآن في طهران، وهناك علاقة شبه رسمية، وإيران كانت من الداعمين الأوائل لليمن في موضوع رفض العدوان على اليمن. هذه العلاقة يعني لا يعني الآن أقول لك يعني ليس عيبا أن يكون هناك يكون هناك تدريب إيراني عسكري لليمن، لكن الحقيقة ونقولها بكل وضوح ولا نتحرج، والله لا يوجد، يعني لا يوجد هناك متدربين، صعب جدا يعني. وربما أنا من الذين من الطبيعي أن يكون هناك مدربين من الحرس الثوري الإيراني في اليمن إن كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى اليمن، لأنه هناك علاقة قائمة رسمية. وأنا من الذين يشجعون على أن يكون هناك إعلان عن تحالف عسكري رسمي، وأن يكون هناك توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع إيران. يعني بكل صراحة الآن هناك دولة رسمية في العاصمة صنعاء نؤمن بها تماما، وهناك سفير الأستاذ إبراهيم الدايمي موجود في طهران، وهو يمثل اليمن بصورة رسمية، واستقبله الرئيس الإيراني حسن روحاني. والحوثيون لا يقاتلون على الحدود الإيرانية السعودية، هم يقاتلون في اليمن ويدافعون عن اليمن. وإذا أردتم لكن سيد الحسني في نهاية المطاف أن تتحدث على أن إيران لقد كسرت الحصار على اليمن، أو كما يقول كثيرون على جماعة الحوثي في حقيقة الأمر، وكأنها أرسلت المساعدات، وكأنها وهي لم ترسل سوى كما يقولون القليل من المياه، وأيضا تتحدث على أن يعني حتى الإيرانيون أنفسهم يقولون عن الحوثيين شيعة الشوارع يا رجل. هو شخص يتحدثون عن سيطرة على العاصمة الرابعة العربية. صحيح، وهذه الذي هذه المصطلحات والله خطبناها تماما عن ظهر قلب. أولا هو شخص في إيران أطلق موضوع شيعة الشوارع، هي حتى بالتعريب من الفارسية إلى العربية لا تطلع معناها شيعة الشوارع، هو يقول المستضعفين، يعني كان يقصد المستضعفين في اليمن. حتى التعريب تم استخدامه بطريقة يعني
خطأ ومع ذلك حتى موضوع أنه إيران تسيطر على العاصمة الرابعة موضوع طرح من 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 ذو أكثر من هذا وهو أطلقه الحسيني وهو شخص غير رسمي حتى إيراني هذا عضو في البرلمان الإيراني الذي أطلقه وظهر لم يقل ليس عضوا هو محمد صادق الحسيني وهو هنا عندنا في لبنان وهو شخصية صحفية غير رسمية وهو الذي قال ذلك ليس عضوا في البرلمان أما أتحدى أي أحد يقول أنه عضوا في البرلمان ما أريد أن أقوله لك سيدي العزيز والأستاذ عبد الباقي شمسان وللجميع يعني نظرية أذرع إيران هي نظرية طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعزل إيران وتضع أنه العلاقة مع إيران هي علاقة شيطانية طيب أقول لك دعني أنقل هذه النقطة للدكتور حماس دعني أطرح هذه الفكرة فقط المقاومة الإسلامية حماس والمقاومة الإسلامية جهاد كانوا في إيران ويعتزون بهذا علاقة مع إيران لأنه إيران داعم القضية الفلسطينية وداعم للقضايا العربية والعلاقة معها ليست علاقة شيطانية ليست إيران إسرائيل طيب دعني أنقل هذه النقاط إلى الدكتور عبد الباقي شمسان سيد الحسني يعني سمعت دكتور في نهاية المطاف هذه التصريحات إن خرجت التي تبنون عليها تحليلاتكم الكبيرة والعظيمة هذه هي فقط من أشخاص لا يحسبون على أحد في نهاية المطاف هذه تصريحات غير رسمية يقولها شخص نزق يا أخي هذه أيضا يعني عندما نتحدث على مسألة يعني العلاقة مع إيران وأين المشكلة في العلاقة مع إيران يا أخي أين المشكلة؟ لماذا تأخذون النهج الأمريكي والسعودي فيما يتعلق بشيطنة إيران بهذا الشكل؟ الموضوع ليس بهذه دعنا أرد سأرد عليك وأرد بالمجمل على ضيفك رد على الضيف ولا يجوز نعم. أن تقول ليس كل وليس الحديث لماذا يعني تتحدثون عن السعودية وأمريكا ومن قال لك نحن يعني مع السعودية ومع الإمارات ومن قال لك نحن مع الأمريكان دعني أقول لضيفك في بيروت الحديث عن أذرع هذا تجاوزناه نحن نتحدث عن يعني جغرافية إيرانية الحوثيين جعلوا من صنعاء والمناطق المهيمنة جغرافية إيرانية وليس أذرع إيرانية هؤلاء في إطار استراتيجية وهذا الجغرافيا الإيرانية هي منطلق لمشروع آخر يذهب نحو السعودية الحديث عن التحالف يعني أن احنا أدوات والتجمع اليمني أدوات أنا لست مع التجمع اليمني إصلاح لكن التجمع اليمني إصلاح جزء من الشرعية وجزء يعني من المؤتمر يعني علاقة الإصلاح مثلا بتركيا وبغيرها حلال مثلا بالسعودية حلال وحرام على الحوثيين إقامة علاقات مع طهران لو سمحت لا ليس هذا الحديث يا أخي يعني الحديث هناك في حاجة اسمها شرعية هناك تعامل مع ثوابت وطنية متفق عليها في مؤتمر الحوار هؤلاء يتحركون في إطار مشروع واضح ومحدد المشروع أنه في إطار وهم مستهدفين أيضا من الإمارات والسعودية وتأخير حسم المعركة مرتبط بالخوف من هذه الجماعة وبالتالي لا يمكن الحديث أنهم أدوات وتحالف هم تحالفت معهم أو استوعبوهم في إطار الشرعية دول التحالف العربي الثنائي الإمارات السعودية وبنفس الوقت هم مستهدفين دعنا من المغالطات للجمهور اليمني الحديث هل نحن نصدق ما نشاهده وندركه ونحترم عقولنا ونستمع إلى المرجعيات الشيعية الإيرانية والقيادات الإيرانية بأن اليمن طيب أعطني حقائق يعني دكتور يعني على ماذا تبني على ماذا تبني كلامك عندما تتحدث عن علاقة إيران أو علاقة الحوثيين غير الندية مع إيران ليس هناك حديث ليس الحوثيين ليس دولة هم سلطة أمر واقع انقلابية تقيم علاقات مصلحية براغماتية ولكن هذه العلاقات المصلحية التي فرضتها حاجة الحوثيين إلى الدعم والتمويل بالتالي هذه تحولت إلى علاقة استراتيجية لأن غير لا يمكن استيعاب لا يمكن أن يحتضن الحوثيين
مشروع غير المشروع الإيراني. السعوديين قد يستوعبون الحوثيين ولكن بشروط مخالفة، بحيث أنهم يستلمون أموال وفي إطار مشروع دولة ضعيفة في اليمن، لكن المشروع الحوثي استيعاب إيراني بهدف إيجاد تصبح هذه المنطقة منطقة إيرانية ومنها ينطلق مشروع آخر. الحديث عن قضية المياه، ما قدمت أنت تحدثت إيران قدمت موضوع مياه، هذا كان طعم، بحيث أنه يتم الحديث في وسائل الإعلام أنهم أوقفوا يعني باخرة محملة بالمياه، هذا حتى يقولوا أن إيران تقدم للشعب اليمني المياه. الحديث أنها لا تقدم تمويل، هي أعطت للحوثيين مع الدول الغربية، استولوا على البنك المركزي وقاموا بدعمهم بتأسيس شركات للاعتماد الذاتي، كما هو لبنان، كما هو الحشد الشعبي، هناك مشاريع استثمارية، بحيث أن إيران محاصرة وبالتالي على هذه الجماعات أن تعتمد على ذاتها. الحديث عن القدس وفلسطين يعني هذه يعني ما بدأ التدريب، هناك كثير من التقارير الإعلامية تحدثت عن التدريب والدعم اللوجستيكي، وهناك تصريحات رسمية، يعني آخر شيء هو أن يوجد علم أنصار الدولة الإمامية اللي هم الحوثيين خلف القائد القوات الجوية. لست أنصار الله، هذا أيضا تضليل، هؤلاء أنصار دولة الإمامة المتوكلية، دولة الثورة المضادة. دعنا نكون بتصريح، أنا لست مع السلطة الشرعية ولست تجمع المساكن، دعنا نحلل بموضوعية. لا يمكن لنا أن نتحدث عن تحالف، تحالف الحوثي في إطار تحالفوا، يعني تحالفون حتى مع الشيطان في إطار مشروعهم الانقلابي، في إطار مشروعهم الإمامي، هكذا التحالف، وهذا من حقهم يتحالفوا مع الذي يرون، لكن من حقنا كشعب يمني أن نصنف هذه الجماعة كجماعة وطنية أو جماعة انقلابية. هذا هناك نظريات العلوم السياسية، هناك المرجعيات الوطنية، هناك أيضا المرجعيات الدولية، ماذا يعني هناك مخرجات حوار، هناك قرارات مجلس الأمن، هناك الشعب اليمني له إرادة ممثلة، هؤلاء انقلبوا على الحوار الوطني، هؤلاء نكثوا بالعهود، هؤلاء قاموا بالانقلاب على رئيس الدولة، انقلبوا على الشعب اليمني، هؤلاء جوعوا الشعب اليمني، سرقوا مقدراته. طيب دعني أنقل هذه النقاط دكتور إلى ضيف الآخر سيد طالب الحسني، دعني أنقل هذه النقاط إلى ضيف الآخر سيد الحسني، لأنه يعني انضم لنا متأخرا. أسألك سيد الحسن، يعني أنت تتحدث عن نقطة العلاقة مع إيران الاستراتيجية أو الاستفادة من هذه العلاقة، في نهاية المطاف أنت تعلم في السياسة، يعني السياسة ليست جمعية خيرية في نهاية المطاف، أنت تقول بنفسك في نهاية المطاف ليس هناك استفادة من العلاقة مع إيران يا رجل، إذن لماذا هذه العلاقة؟ لماذا تتحملون هذه التبعات؟ في نهاية المطاف اليمنيون يريدون أن يعيشون، يعني هذه نقطة تحسب عليكم في مقياس السياسة وليست لكم. نعم، سأرد على الأستاذ عبد الباقي، وبالحقيقة هو دكتوري كان في الجامعة، وأنا أقول الحقيقة هو يؤمن بأشياء كثيرة، يعني أنه الحوار الوطني، كلنا نؤمن بالحوار الوطني، لكن لا نؤمن بالمبادرة الخليجية أنها هي دستورنا، ولا نؤمن بالتقسيم السعودي الذي فرض في 2011، ولا نؤمن بتركيب دولة كما تريد السعودية في 2011 بأن تعزل من تريد وأن ترسم الخارطة السياسية كما تريد. يعني في 2014 كان هناك محاولة التعامل مع ما تسمى الشرعية عبد الربو منصور هادي، ولكن حتى مع ذلك بعد أحداث ثورة 21 سبتمبر كان هناك محاولة الحفاظ على عبد الربو منصور هادي وعلى الحكومة، ولكن جاءت لهم أوامر من السعودية بأن يستقيلوا واستقالوا، وقال سعود الفيصل في 2014 يعني قبل الحرب أنه يبدو أن السعودية ذاهبة إلى عملية جراحية في اليمن، كان يشير حينها إلى الحرب. يعني قد السبع بالباقي شمسان يؤمن بأنه هو يؤمن بشرعية عبد الربو منصور هادي في العاصمة صنعاء، كثير من القوى السياسية والحوثيون وكثير من الشعب اليمني لا يسلمون بشرعية عبد الربو منصور هادي، ويسلمون بسقوطها وقيام شرعية جديدة ثورية بنيت على الإعلان الدستوري في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر. انتهينا إلى هنا مثل كل الثورات في العالم، يعني هناك ثورات تحصل ليس انقلابا كما يقول، لأن الانقلاب هو يأتي من الدولة ضد الدولة نفسها، إنما هناك الثورة يأتي من خارج تركيبة الدولة وتطيح بالنظام وتقيم نظام آخر،
بالمفهوم السياسي. بالنسبة لسؤالك يعني موضوع هل هناك استفادة من العلاقة مع إيران أم لا، أقول لك بكل صراحة يعني هناك نقاط مشتركة كثيرة بين القوى الوطنية، ودعني أقول بشكل واضح بين أنصار الله وإيران. النقطة المشتركة الرئيسية هي معاداة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة نفوذها في المنطقة. السعودية دائما تتبنى الخط الأمريكي وتواجه في هذا الخط وفي هذا المحور. العلاقة يجب أن تكون قائمة، وكنا نطالب بها منذ فترة طويلة أن تكون قائمة بين إيران. ودعني أقول لك فكرة ربما لم تكن لم لكن يا سيد الحسني، يا سيد الحسني يقول عبد المطلب بن هاشم يقول وللبيت رب يحميه، إيران وللبيت رب يحميه، يعني أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ما دخلنا بهذه القضايا الكبيرة. الإنسان اليمني يحتاج لقمة، يحتاج حماية، يحتاج أمن واستقرار وصحة، الأمراض تهتك فيه. يعني تتحدث على قضايا كبيرة وكأن اليمنيين مرتاحين وليس هناك حرب في اليمن. لا تفصل الحوثيين عن الشعب اليمني، لا تفصلهم تماما عن الشعب اليمني، لا تقول لك أنكم رب اليمنيين والحوثيين دخلاء على اليمن، هذه النظرية ما أحد يصدق على أحد. لو كان الحوثيين مفصولين عن الشعب اليمني سقطوا في بين عشية وضحاها، يعني هم مدعومين من حاضنة، لا نقول كل يمني ولكن حاضنة شعبية كبيرة جدا. طيب الآن سيد الحسني، سيد الحسني الآن جماعة الحوثي الآن هددت بشن عمليات على مصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني. هذه الجماعة تهدد منذ 5 سنوات وربما أكثر بأنها ستضرب أمريكا وإسرائيل وترفع هذه الشعارات، وفي النهاية من يستهدف هو تعز، عدن، مأرب وغيرها من المدن اليمنية. الآن هذه التهديدات يعني أننا سنشاهد صواريخا على هذه المدن اليمنية، الرد سيكون هناك؟ لا ابدا، وهذا حتى هذه المغالطه ليست صحيحه. يعني اولا انصار الله يعادون الولايات المتحده الامريكيه قبل ايران، كانوا يرفعون شعارا ضدها ويجندون بمحاربتها منذ فتره طويله، المحاربه الهيمنه الامريكيه ليست بالضروره ان تكون قواعد وان تكون، وحتى المشروع الامريكي الذي يقول الحوثيون الموت لامريكا، يعني الموت للمشروع الأمريكي المهيمن على المنطقة والذي يعادي المنطقة ويقاتل الأبناء المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. يعني حتى في وهذا يكون بضرب الصواريخ على تعز وعدن ومأرب. التعاون العسكري لم يضربوا على تعز يا سيدي، لم إلى الآن تعز. صحيح تعز يعني اسأل أبناء تعز، وليست هناك أي صواريخ تضرب على الأراضي التي فيها المناطق التي فيها الحوثيون أنصار الله، هي المناطق الأكثر أماناً والأكثر سلاماً، وهم كانوا قد دخلوا في حوار حتى مع المخلافي ورفض هذا الحوار، وأن يكون هناك تجنيب لتعد أي مواجهة. طيب يعني هذا الكلام سيقيم اليمنيين في نهاية المطاف. دعني أنتقل إلى الدكتور عبد الباقي شمسان، يعني سمعته دكتور عبد الباقي في نهاية المطاف، لكن يعني في تقييم العلاقة مع بين إيران وجماعة الحوثي، يعني لماذا تكون في نهاية المطاف علاقة الحوثي بطهران اسمها عمالة تبعية، في حين أننا نعرف أن العلاقة تصب في مصلحة الحوثي على الأقل، أفضل كما يعني أنت تؤمن بذلك، على العكس من علاقة الحكومة الشرعية بالسعودية، وإن كانت شرعية لكنها في نهاية المطاف مرتهنة، في نهاية المطاف تابعة لها، وأنت ترى ما الذي تفعله، يعني يتحكم السفير السعودي كما يرى كثيرون بالمشهد اليمني كرقعة الشطرنج. أتفق معك، لكن مفهوم العمالة لا مرتبط بالمقاربة الوطنية، وبالتالي عندما نضفي كلمة عمالة فإننا هل الحوثيين محل إجماع وطني، وبالتالي هم يمثلون مثلا سلطة شرعية منتخبة أو تمثل إرادة وطنية حتى يمكن لنا أن نضفي على ما يقوم به تحالف في إطار الدولة أو في إطار سلطة معترف بها دوليا؟ هنا نستطيع أن نميز بين عمالة وتحالف يخدم مشروع سلالي إمامي، هذا من واجب. السلطة الشرعية تابعة
هناك هيمنة على القرار السياسي وممارسة السيادة اليمنية من قبل دول التحالف التي طعنت بالسلطة الشرعية والشعب اليمني. ونحن لا نختلف مع هذا الطرح، ولكن نطالب بكيفية أن نتحرر وأن نعيد العلاقة مع دول التحالف الثنائي الإماراتي السعودي. هذا مطلب وطني، وعلاجه لا يمر عن طريق الاستفاف مع الحوثيين، يمر عن طريق الاستفاف الوطني وليس العمالة لإيران. لا نأتي بعمالة بدل عمالة. الحديث عن انقلاب أن الحوثيين يعادون أمريكا قبل الإيرانيين، والدليل شعارهم الموت لأمريكا، هذا كان شعار يمني أصيل، يعني واضح أنه شعار لا علاقة له بإيران. الحديث عن الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا شعار كما هو يعني إيراني. الضيف يتحدث من لبنان أنه لم يقوم بالانقلاب، هل هو يدرك ما معنى انقلابهم؟ الانقلاب في اليمن تم انقلاب مشترك، انقلاب سلالي مضاد لثورة سبتمبر 62 يقوده الحوثيين كجماعة تقود المشهد السلالي، وهذا المشروع يخطط له منذ السبعينيات، وصالح مشروع عائلي. وبالتالي ماذا كانوا يفعلون أثناء الحوار الوطني؟ لم كانوا يسيطرون على صعدة؟ لماذا تآمروا على اتفاق السلم والشراكة؟ ماذا كانوا يفعلون بالشعب اليمني؟ كانوا يخططون للانقلاب بالتالي، وتوظفهم صالح وقاموا بالانقلاب وهم استفادوا من صالح، وبالتالي هؤلاء جماعة إيرانية وضمن الجغرافيا الإيرانية وليست جماعة وطنية. والشعب اليمني وساهموا في تقسيم اليمن وتجزئتها، وهم أقرب إلى أمريكا من السعودية. شكرا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي، كنت معنا عبر السكايب من أوترخت بهولندا. شكرا أيضا موصول لي السيد طالب الحسني الصحفي، كان معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.